بالنسبه للمقابله ضد فريق الوداد البيضاوي، صراحه كنا متهيئين ليها، مباراه صعبه بحكم ان الفريق ديال الوداد يعني متصدر الدوري وغادي في واحد الريتم اللي مزيان. حاولنا اننا نختطفوا ثلاثه النقاط من هنايا ما كتبش لينا. كنبغي نحيي الدراري صحابي على هذا القتال اللي قدموا في هذا اللقاء، رغم اننا كنا متقدمين ما عرفناش نجروا الدقائق الاخيره. كنبغي نقول لهم ان شاء الله نعودوا في ماتشات جاي ان شاء الله. الحمد لله بعد تحقيق الانتصارات الاخيره، الحمد لله خولتنا باننا نتنفسوا شويه ونلعبوا باريحيه. كنتمنى ان شاء الله نبقاو في هذا الريتم في قادم مقابلات انتصارات في الميدان، ونبحثوا على اكثر عدد من النقاط خارج الميدان. وكنتمنى ان شاء الله باش نحققوا واحد الرتبه اللي مزيانه بعد البدايه المتعثره اللي كانت عندنا في بدايه الموسم. كيف ما شاف الجميع فهاد المقابله ما كانت سهله. ففريق الوداد هو فريق كبير كيف ما كنعرفوا جميعا، فريق اللي ملي كتجي عند المركب محمد الخامس ما كيفرطش في النقاط ديالو. فالحمد لله حنا عرفنا كيفاش نجيروا المقابله، دخلنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه حنا اللي هي الانتصار اللي كندخلوا بها ديما. الحمد لله تاثرنا الهدف الاول، فجانا الهدف في الدقيقه الاخيره، هدف التعادل، ولكن الحمد لله كيف ما كنقولوا هاد النتيجه ايجابيه من مركب محمد الخامس اللي غتجيب لنا النقطه ديال التعادل اللي غتخلينا ان شاء الله باش نبقاو غاديين في الاستمراريه ديال النتائج الايجابيه ديالنا من بعد اربعه انتصارات. الحمد لله التعادل خارج الميدان، ان شاء الله نتفكروا في المقابله الجايه اللي ان شاء الله باش نبقاو غاديين مع خمسه المراكز الاولى ان شاء الله. الحمد لله فهاد المدرب جا السياسه ديالو اللي طبق مع الفريق، فالحمد لله عطاتو نتيجه ايجابيه. فكنا مع سوادو حتى هو كانت عنده السياسه ديالو اللي ما توفقش فيها، وكانوا مشاكل اللي خارجه على الاراده ديالنا حنايا. فكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا في هذه المسيره ديالنا ونساو المشاكل اللي داز ونكملوا في هذه النتائج الايجابيه اللي غاديين فيها الحمد لله.